على غرار شواطئها الساحرة، تمتلك ولاية الطارف مواقع سياحية متنوعة مثل المناطق الرطبة، المحميات وكذا الحدائق. هذه الأخيرة تبرز من ضمنها حديقة الحيوانات بيرابطية التي افتتحت أبوابها للزوار هذا الصيف بحلة جديدة. حظيرة الحيوانات والتسلية تعتبر مرفق هام يتوافد عليه السواح من كل جهات الوطن، أين يجدون الخدمات المتنوعة. منذ شهر جويلية يعني كانت شهر جويلية يعني كرقم كانوا عندنا تقريب معدل من 2000-3000 زائر يومي. شهر أوت ضاعف العدد حسب يعني الأرقام، يعني حتى 4000 نوافد يومي. يوم الجمعة الماضية كان عندنا يعني رقم قياسي هو 7000 زائر يوم الجمعة الفائت. الصائفة هذه يعني هذا الكثافة تعود للتهيئة وعملية التهيئة التي عرفتها حديقة الحيوانات التسلية بمرافقها بحظيرة السيارات التي أصبحت تستوعب حتى 800 سيارة. الزوار الذين قدموا من داخل وخارج الوطن أبدوا استحسانهم ورضاهم عن التغييرات والتحسينات التي طرأت على مرافق الحديقة، والتي من ضمنها تعزيز الأمن والتأمين ضد الحرائق، توسعة حظيرة السيارات، وكذا توفير الألعاب المائية للأطفال، وإضفاء أجواء صحراوية لتلبية أذواق الجميع. الأواني الأخيرة ذوك راهي تولهت لها السلطات، وراهي الحمد لله الحديقة راهي رائعة، والزوار زادت تكاتفت عليها من كل مكان من داخل الوطن وخارجه، ونرحبوا بجميع الزوار من كل مكان. مكان جدا روعة في غاية الجمال، متوفر فيها الحيوانات، الألعاب المائية، ألعاب ترفيهية للأولاد الصغار، في الحقيقة جدا روعة. كاين مرافق جديدة خصوصا من ناحية الإطعام، كثرة استراحة العائلات، الإنارة زادت بكل يعني بقوة، ولات يعني تستقطب العائلات بتنافسية مع الشواطئ يعني في عز الصيف. القائمون على حديقة الحيوانات بيرابطية يطمحون مستقبلا إلى اقتناء أصناف أخرى من الحيوانات لإثرائها، وإنشاء مرافق أخرى تخدم الزوار، خاصة وأن الحديقة تفتح أبوابها طيلة فصول السنة.